والسلام عليكم من جديد. اليوم حبيت أعمل معاكم حلى حقيقي حقيقي لذيذ ويستاهل إنكم تجربوه، مرة رائع ويذوب في الفم ذوبان. تعال نشوف الطريقة مع بعض. بدمنك وبقيت مزاج هتلي حق بقى دي في إيدي. تجيبوا زبدية تحطوا فيها ملعقة واحدة من الشوكولاتة، الكاكاو أي نوع كاكاو أنتوا تحبوه، أنا أضفت الشوكولاتة الداكنة. بعد كذا ملعقة واحدة من النسكافة، برضو أي نوع نسكافة أنتوا تحبوه، واحدة علبة كاملة من القشطة. وبعد كذا شوفوا معايا، أضفت تقريبا ملعقتين من حليب النستلة المكثف، وأضفت بسكوت مكسر بهذه الطريقة. بعد كده تحاولوا أنكم تقلبوها مع بعض، تخلوا الخليط يدخل كده في بعضه مع البسكوت بهذه الطريقة. كده صار جاهز معانا. نجيب قالب الكيك اللي أنتوا حابين تعملوا فيه وتبدأوا تصبوا فيه الخليط حق البسكوت. حاولوا انكم تخلوه متساوي في صينية الكيك. هنا انا احاول اني اخليه متساوي عشان يعني يطلع كده على استقامة واحدة. بعد كده تاخدوه على التلاجة حقة ساعة او نص ساعة. بعد كده في زبدية تضيفوا ملعقة واحدة من النوتيلا وملعقتين او ثلاثة حسب ما انتو تشوفوا يعني ايش يناسبكم. انا دحين اضفت ملعقة واحدة، بعد كده اضفت كمان ملعقتين من القشطة علشان اوصل للقوام المطلوب. شوفوا كيف صار معايا، يا سلام حقيقي الصوص برضو مرة فظيع. بعد ما برد الكيك اللي عملناه نخرجه ونحطه في صحن التزيين. شوفوا كيف صار معانا بهذا الشكل. بعد كده نضيف الصوص اللي عملناه من فوق على الوش بهذه الطريقة. شوفوا معايا حقيقي والله بيشهي. الحين نبدأ نوزعه اللي أول مرة يشوف الفيديو لا ينسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلوا كل جديد ولذيذ ومفيد. اللي ما يعرفوا يشتركوا في القناة في إزرار كده أحمر مكتوب عليه اشتراك. بعد كده تزينوه بأي حاجة أنتوا تحبوها، اللي يحب ستروبري، اللي يحب أي نوع حلويات شوكولاتات. أنا أضفت المارشميلو بالكمية اللي أنتوا تحبوها. بعد كده حبيت أضيف كمان قليل من كورن فليكس. التزيين وانتوا زينوا زي ما تحبوا، يعني الوش على التزيين هذا الخيار لكم انتوا. في ناس تحب تزين بالفاكهة، في ناس بالحلا، في ناس بالشوكليت، براحتكم. تعالوا نذوقها مع بعض عشان تشوفوا كيف سايرة من جوا ومن برا، والطعم يا سلام حقيقي الطعم يفوز. شوفوا أنا كم مرة دحين قلت لكم حقيقي الطعم يفوز، مرة لذيذة. شوفوا كيف من جوا آخر طراوة. حدوقها معاكم. أديها 10 من 10. أسيبكم مع الفيديو. باي باي.
حبي فيه.